الله يسترنا في يبارك الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك. تفضل. أورد شيخنا حفظه الله تعالى بعض الأحاديث التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس ألوان معينة من الثياب. من هذه الأحاديث أن النبي قال: البسوا الثياب البيض فإنها أطهر، وقال: وكفنوا فيها موتاكم. وفي حديث عن أنس كذلك قال: أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب الخضر. وفي حديث آخر من حديث أنس كذلك أنه قال: كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. فهل صح أحد هذه الأحاديث شيخنا، أو ضعف أيضا فيها أحاديث، وهل وقع ناسخ أو منسوخ أم لا؟ يعني هل نسخت الثياب الخضر الثياب البيض، أو العكس، أو الحبرة نسخت أحد هذه الثياب؟ ثم ننتقل إلى فقه اللباس إن شاء الله، أو الثياب مع شيخنا إن كان هناك وقت. فليتفضل. أسأل الله أن يجري الحق على لسانه. شكر الله لك ولك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالذي ذكرت ثلاثة أحاديث آخرها أصحها: كان أحب الثياب إلى رسول الله الحبرة. والحبرة هي المعلمة، فيها أعلام خطوط، فهذا أصحها وأثبتها. وأما حديث كان أحب الثياب إلى رسول الله الخضر فتالف الإسناد، لا يصح. لكن عموما الله ذكر ثياب أهل الجنة فقال: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. والحديث الأول: عليكم من الثياب بالبياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم، منازع في صحته. نعم، طرقه لا تخلو من مقال، لكن أختار قول العلماء القائلين بتحسينها وبتصحيحها بمجموع الطرق، لكن أقوى منه سندا الحبرة. فقد يأتيك الإشكال من ناحية أن النبي حث على البياض ولم يكن يكثر هو من لبس البياض عليه الصلاة والسلام، ما نقل عنه بسند صحيح أنه كان يكثر من لبس الأبيض عليه الصلاة والسلام. كان أحب الثياب إلى رسول الله الحبرة التي فيها خطوط. الحديث في هناك مسائل كثيرة أحيانا يرشد إليها الرسول، ولكن أحيانا هو ينقل عنه فعل غيرها لحكمة، وهي أنه لا يحصر أوامره في الذي ذكر. فمثلا النبي حث على صلاة الضحى ولم يكن هو يكثر من صلاة الضحى، كان يجتزئ عنها بصيام الليل. النبي قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، ولم يكن هو يفعل صيام داود عليه السلام. فلو هدي ونتبع هدي النبي، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يواصل الصوم زمنا ثم يفطر زمنا عليه الصلاة والسلام. فله هدي يتناسب مع أحواله هو عليه الصلاة والسلام. فالرسول وردت عنه من طرق أنه قال: عليكم بالثياب البيض، وعليكم بالبياض من الثياب البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وهذا كما أسلفت صححه فريق من العلماء بمجموع طرق. وكان أحب الثياب إلى رسول الله الحبرة، هذا نقل أنس رضي الله تعالى عنه، لو ينقل أن أحب الثياب إلى الرسول الحبرة، لكن ليس فيه أمر من رسول الله بلبس الحبرة من الثياب. بل وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه ذات يوم في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، في حلة حمراء لم يرى مثلها. ففي أن النبي كان يلبس الملون أيضا، يلبس أيضا الملون، لأن في بعض الأماكن وبعض الأزمان يرى الناس أنه يعني لزاما أن تلبس الأبيض، يرى بعضهم ذلك لزاما، وليس الأمر بملزم، إنما التنويع كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد لا نسخ. موضوعنا يا شيخ عمر النسخ والمنسوخ. أولا لا معرفة للمتقدم من المتأخر، ثانيا أن الجمع ممكن. أنس ظن أن أحب الثياب إلى رسول الله الحبرة،
وقد يكون هناك نقل عن رسول الله أنه كان يحب الحلة الحمراء لم يرى مثلها قد، خرج على أصحابه بها. هذا كقول فيما يتعلق بدرس الناسخ والمنسوخ، ليس في الباب ناسخ ولا منسوخ.